كاب اف ام الكلمة ليك. في حال 14 ديسمبر تم اعلان الفشل لا قدر الله، ماذا ستؤول اليه الامور؟ لا مش ندخل في الدفينات والافتراضات والبروبابيليتي، انا نقول انه لا بديل عن الحوار الا الحوار، ولكن الرباعي قال لك انا اذا كان باقي الناس متعنته وباقي فهمتني ولا العرقلة صايره قولا وفعلا يا اخي، فايده نقول والله نحن نتفاعل ونحن نستجيب ونحن على استعداد كما تعودنا نعمله، وفي الواقع التعيينات ماشيه والعنزة ماشية وطرد النقابيين في المؤسسات العمومية ماشية، وحطان أولاد حزب حركة النهضة في كل مفاصل الدولة ماشية، وفي التأسيس في النهار نسمعوا 1000 تصريح ما عادش رد عليهم داير في أنه تتفاهموا ولا ما تتفاهموش، أنا إحنا الشرعية وإحنا كذا ماشية، وقت واضح شكون يحب يعمل حوار وتوافق وشكون يحب هربة بيفرس، ما أنت سامحوني في الكلمة، وهذايا ما يخدمش مصلحة البلاد. انه تطلع جرائد والا موجه اعلاميه معينه لغرض او لاخر تقول الجبهه الشعبيه هي التي عطلت وتؤثر ربما على قطاع من الراي العام، راه ما فيش حل المشكل وما فيش رجع قيمه الدينار الوطني وما فيش يعدل الموازين الماليه للدوله وما هوش باش يحل لنا المشكله نتاع الشهنيات في شهر فبراير ومارس، الناس تخسر مطرش من الاخر منك. فالحل هو حل سياسي مسؤول ناضج يلزم يخرج من عقده سنغادر الحكومة ولن نغادر الحكم، على حركة النهضة أن تقتنع بأنها من أجل مصلحة هذه البلاد ونتيجة فشلها ونتيجة أنها أباحت البلاد للإرهاب أو المشكل الأصلي، ونتيجة أنها عجزت في تسيير أبسط مصلحة في البلاد، عليها أن تغادر وهو مطلب الجميع. تفاصيله قلنا نتوافقوا فيهم وتكون هي طرف في هذا الوفاق، والسياسيين مصرين على أن تكون حركة النهضة طرفا في هذا الوفاق. هي لا تريد وفاقا، تريد فرض أمر واقع، تريد حلا ترقيعيا، تحط واحد تحكم هي وراه، هذا لا يقبله حتى حزب سياسي. كاب اف ام الكلمة ليك.